طيب احنا في نفس الرمال سنتر هذا مسجلين عليه مكتوب اقوى العروض، وشوف عليه والله زحمه. لا ندخل ونشوف هل يا ترى فعلا. طبعا احنا قلنا هذا السوق الصيني يسارنا، اللي شاف مقطع في السوق الصيني يعرف انا وين بالضبط. هذا المدخل مالهم، احنا دخلنا من المدخل. انا ما اعرف صراحه، لفت انتباهي الموقع هذا مخبوزات. ندخل ونشوف. وش هذا؟ صابون بسبعة ريال وبخمسة ريال. وش هذا الصابون بسبعة ريال؟ والله حلو يا ولد، صابون بسبعة ريال قبل ب 14 الحين بسبعة. وهذا ايش؟ الله والله صارهم حلوة يا ولد. وهناك صابون انا اوريكم اياه. المشكلة انا شاري صابون واجد والله. انا مرة رحت مدري دخلت اي مكان لقيت صابون على خمسة ريال واشتريت واجد ما خلص لحد الحين. اذا خلص نجي هنا ما يخالف. هذا ايش؟ السعر السابق 30 الحين 15. وش هذا؟ ما ادري والله صابون هو صراحة ما اعرفه هذا، انا اول مرة ما استخدمه. طيب ما علينا، نروح للمخبوزات ونشوف هل يا ترى عندهم خبز كويس و 19 ريال. ايش يا ولد؟ ايش هذا؟ بسكوت مصري دائري 19. هذه ب 8 ريال. وش هذه؟ هذه خبز بلوفر، يقول لك خبز بلوفر بالحبوب وبالزيتون اللي هي هذه. بس يا ولد تقول انها شوي قاسيه. هذا خبز الفواكه ما ادري والله ما ادري. هني على كم؟ 7 ريال. معقول يا جماعه هذا 7 ريال؟ ليش 7 ريال؟ ليش 7 ريال يا ولد؟ انا شاري على 3 ريال ما ادري وين شريته. هذه وش كم؟ 7 ريال. هذه كم؟ هي الكروم شوكولاتة 9 ريال. طيب ناخذها البرعان ياكلون هذه. ماشي الحال، اوكي. وهذه لو ما اخذناها والله ما ادري هذه ايش. وهذه بكم؟ جديدنا. وش السندويش ذا؟ هذا الاقيه مستشفى الملك فهد بكم؟ والله ب 20 ريال شاريه من 30 ريال. اي والله رصونه غير رصه. كم هذا عاد؟ كم السعر؟ والله زين يا ولد 3 ريال وهذه 11 ريال. والله انا شاريها يمكن 30 ريال مستشفى الملك فهد. جيت مره وافطرت ب 30 ريال. هذه بثلاثة ريال. هل هذا صحيح؟ بالجبن؟ معقولة ثلاثة ريال؟ يا ولد هنا مكتوب 11 وهني بثلاثة، والله ما عرفنا. ما عرفنا صدقهم من كذبهم، هذا وش هذا؟ الله 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 الله. شوف المشكلة أكثر من السعر مكتوب هنا. أصدق مين وأكذب مين؟ ما أدري والله ب 11 هو. صدق مين ونكذب مين؟ بس هذا مو والله ما ادري صراحه. يا ليله مرنده صغير، اول مره اشوف مرنده صغير بصراحه. يا حليله. والله هذه بخمس ريال هذه بخمس ريال و75. طيب
ناخذ واحدة 5 ريال و75 اكسكيوز مي. هذا ايش؟ زعتر هذا؟ هذا لبنة ساتر. ايوه. وهذا؟ هذه لبنة سادر. اعطينا 1 1 1 1 1. All of this. 1 2 3 4. 1 2 3 4. هذه لبنة اساسا. اوكي. هذا ايش هذا؟ هذه كم هذه؟ والله احنا قربنا. سوي تسكين سر؟ سوي هر؟ ها؟ لا نبرر. على كم طيب؟ هذا متى فينش هذا؟ ايوه فينش نمبر بكره كلاس. بس اذا لك الثلاجه ثلاثة ايام ما في مشكله. بس بكره انا باكل بكره واكل ما في اكل اليوم. طيب ما في. وهذا ايش هذا؟ وهذا ايش هذا؟ زعتر هذا؟ هذا ايش؟ زعتر هذا ولا ايش؟ هاو ماتش هذا؟ ثلاثة؟ أعطينا 2 حبة. هذا 5 حبة يجي 4 ريال بس. أوكي جيب 5 حبة. Thank you. هذا ايش؟ سلطه. والله هذه حلوه هذه. انا كم هذه؟ 12 ريال ما في يخلصها. شلون؟ شوفون التاريخ يا جماعة. 20 مش كمان يمديني. ما يمديني اكله 20 يا ولد. ما يمديني المشكلة. ما يمديني. وهذا ايش هذا؟ بديت عاد شوفوا انتم الاسعار وشوفوا الاشكال. والله هذه حلوه. هذه بكم؟ والله ما اشوف انا هذه كم. هذه كم هذه؟ والله هذه 10. هذه 66 وهذه 34. ايش هذا؟ ايش هذا؟ شغلات حريمي صراحة أنا ما أعرفها. الله 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 الله. وش هالكيك هذا؟ عاد بكم هذا؟ 11 ريال. باقي السندويش 11. يلا ناخذه. كم في حبه؟
اليوم من نصيب القرآن. أنا ما اشتريت شيء. هذا إيش هذا؟ معمول بالتمر. يا ولد والله ذبحنا السكر. والله ذبحنا السكر. وهذا إيش؟ وهذا إيش؟ بكم؟ والله في شغلات حلوة. وهذه ايش؟ شلون بقسماط؟ والله ما فهمت بقسماط. طيب شكلنا هذا البقس خبز على كل هنا خبز أنا بصور لكم وانت تشوفوا الأسعار. شوفوا الأسعار هنا 11 32. ليش 32 هذا؟ يعني هذا كم هذا؟ هذا كم هذا؟ والله ماني عارف صراحة. 49 ريال. وش 49 ريال يا ولد؟ والله عندهم شغلات غالية. وش مقدمة؟ أنا بحط لكم هنا. شوفوا انتم بس. تكون هذا المي على 9 ريال. مع الغطاء ب7 ريال. أنا مرة شفت إعلان واحد يسوون آيس كريم دايت. صراحة أول مرة يمر علي آيس كريم دايت. وهذا بكم هذا؟ 12 ريال. معقولة؟ هذا كم هذا؟ كم في حبة؟ 5 حبة. والله يا ولد خلها آخر شيء هذا.
شفت عليها وش ذيس سمك ايش هذه سمكة هذه شوف سمكة هذه كم هذا وش هذا زيت زيتون هذا يعني 85 ريال والله ما ادري هو زيت زيتون ترى اخو ترى انا شوفي ضعيف والله يا جماعه حتى اللي مكتوب علي الله اشوف الله 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 يغروني عشرة ريال كم حبة صغير هذا يا ولد 12 حبة بعشرة ريال والله كويس هذاك الكبير كوكا كولا بعشرة ريال اوه 19 ريال هذا وهذا بعشرة المية 8 ريال معقولة 11 ريال والله تخفيضات حلوة هذا ايش هذا؟ البيض ب17 اللي هو هذا شوايه صغيره هذه كم سعرها هذه 99 ريال هذه تستاهل 99 الربع والله ما ادري ايش رايكم انتم انا ما ادري بصراحه عندك الدجاج هذا والله هذه كم سعرها معقولة هذه بعد 99 كبيرة هذه كم هذا الدجاج والله ما أشوف السعر بصراحة هذا السكين ب7 ريال شوفونا قطع دجاج طيب بشكل تلمية اوه هذا قطع اجل هذا بكم هذا حسبالي حسبالي 7 ريال هذا هذا والله ما ادري كم هذا والله دي والله بيض كبير هذا 18 ريال معقولة؟ حبة كبيرة والله الأسماك شوف هذه السمكة شو قطع معقول عرضها بكيلو ب20 ريال الكيلو هذا الكيلو ب10 ريال بس كبيرة وشو هامور هذا ولا ايش هذا؟ هذا شيء مهم خاص
شوف ما هذه هذا مسوي ايش سبحان الله. اليوم انا متغدي ربيع جابوا اخوي من الدمام هذا الاحمر وش ان شاء الله. اوف هذا القبقب كيلو ب 11 عاد ما ادري والله. عندهم شغلات حلوه بصراحه اجبار. ايوه تذكرت لي حاجه ان شاء الله بصل ان شاء الله اني القاها ان شاء الله اني القاها ان شاء الله. في هذا قطع سمك تونه مع ايش مدري ايش مع خضار مشكل تجي بعلبه أنا ذقتها جابها أخوي ب 27 ريال إن شاء الله إني ألقاها أوريكم إياها. أنا باخذ سكر بني. السكر البني كم سعره؟ السكر السكر البني كم سعره هذا؟ 13 ريال واللي تحت بكم؟ والله ما أشوف يا إخوان. 19 والله كبير. والصغير هذا بكم؟ وهذا ب 11 وهذا ب 5 وهذا ب 16. ايش معنى هذا؟ هذا سكر خام وهذا ب 5 ريال. ناخذ واحد من هذا وواحد من هذا. طيب هنا بناخذ بعد سكر اصابع. سكر اصابع سكر اصابع بني بس هذا شويه هذا صغير. لا والله مو صغير بس هذا انا اول مره اشوف اصابع بني. كم سعره؟ هذا مو مكتوب عليه السعر بس ما ادري كم سعره. هذه 9 هذه 14. طيب هذا كم؟ هذا سكر خام خلنا ناخذ واحد منه. هذا 14 اخي احس انه غالي والله 14. ايش هذه واحد؟ احس انه غالي بس يلا ناخذه. والله عندي انا ليش اخذه؟ عندي بالبيت ما خلص بس هذا ليش؟ بس هذا ليش مو يجي من القطع؟ بسبع ريال. وهذا كاس. طيب والبني هذا بكام؟ 19. بس شوية شوية ليش؟ طيب خلينا ناخذ هناك
هذه ما يعرفها الا ناصف تشعري. الله انا غالي يا ولد تشعري. ليش؟ ليش ما اخذ لنا وحده؟ انا شفته ما لنا علم فيه. استغفر الله. هذا بكم؟ هنا كم شراب الشيء؟ طيب هذا بتسأل حسبي الله على ولا طيب ليش هذا أجل هذا معناته مو مكانه هذا 3 ريال وهنا بكم؟ 6 ريال. شو ولد هذول سعرهم؟ والكبيرة بكم؟ الظاهر إن هذا الكبير 6 ريال وهذا الكبير 9 ريال بس هذا ترى في أصلي وفي تقليد. أنا قال علمني واحد على الطريقة نسيته. إيه هذه 6 ريال وهذه 9 ريال قزاز صح. طيب أيوة تذكرت هذا وين يا رب إني ألقاه. أنا ما أعرف اسمه بصراحة، أعرفه من شكله بس أكيد راح ألقاه. ما دام في عروض أكيد إنه هيكون رخيص هنا، هو دائما في العروض يكون موجود بس أنا ما أدري بصراحة بالضبط. في نوع من القهوة التركية أنا اشتريته من شو اسمه هذيك كلاسيك قهوة فلتر. في قهوة تركية أنا اشتريتها من الاقتصادية يا أخي حلوة بصراحة. وين ليش هنا ما في؟ حرام والله ليش هنا ما في؟ طيب خلينا نشوف هنا شاي الكرك وهذا على كم هنا؟ على كم هنا؟ يا رجل وش اللي بريالين؟ يعني الحبة هذه بريالين قصدهم؟ يا ولد الاقتصادية أرخص، الاقتصادية أرخص، هذا وش هو؟ هذا لا والله الاقتصادية أرخص يا ولد، صراحة أنا ملاحظ أنهم غاليين، يعني رغم العروض مكتوب لكن غاليين صراحة، الصالة الاقتصادية أنا محصل فيها أرخص بصراحة. الصالة الاقتصادية أرخص والله. أنا مو قصدي يعني أعيبهم بس صراحة في شغلات أشوف أنها غالية رغم أنهم كاتبين أنها يعني في شغلات رخيصة صح بس في شغلات أطلب. يعني مثل هذه كم هذا؟ 59 ريال بالله عليكم والله ضخمة صراحة والله ضخمة بس 59 ما أدري. أترك الحكم للمشاهدين أنا مالي شغل. هذه خلطة
على كم؟ 5 ريال؟ معقولة. وهنا ايش؟ اللي قلت لكم عليها ان شاء الله اني القاها، انا ما اعرف اسمها صراحه، اعرف شكلها. تيجي علبه كذا مدوره فيها تونه مع فاصوليا مع خضار مشكل، سعرها يبيعونها غاليه، يقول اخوي شاريها ب 27 ريال. بس ما دام اني هنا اكيد نلقاها رخيصه. اهو هذه هذه صراحه ذقتها حلوه. كم السعر؟ هنا ب 19 ريال. وهنا شوف 39 ريال، يقول انها غاليه صار يصادق والله. شوف سعرها. طيب هذا ابو هذا الحب الوحده، شوف شوفون يا جماعه الحب الوحده ب 19. شوف السعر والله غاليه يا ولد. ليش غاليه؟ والله ما اشوف انه فيها شيء. هذه ب 39 ريال تجي حبتين. شوف يجي فيها جوز الهند الزيتون والبار مدري بازلا، انا ما اشوف انها تستاهل هالسعر بصراحه. هنا بكم؟ 39. طيب صغير هذا بكم؟ اها 38 25 35 معقول 31. ليش؟ اوف 40 40 30 جرام مجانا. ليش 40؟ يعني اربع. كم حبه هذه؟ 6 حبات.